كان لنا الشرف اليوم برحاب كلية علوم قانونية واقتصادية واجتماعية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل باستقبال ضيف كبير سياسي محنك حقوقي وكذلك محامي سي مبارك بودرقة. فكانت اليوم لنا الشرف باستقباله بهذه المؤسسة ليتكلم عن الكتاب ديالو حول السيرة الذاتية للمرحوم عبد الرحمن اليوسفي. عبد الرحمن اليوسفي للتاريخ اليوم كيذكروا بوطننا العزيز بالمغرب. الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي المناضل الكبير الذي ناضل من أجل الديمقراطية، من أجل الشفافية، من أجل مغرب أفضل. ولعل المرحوم الحسن الثاني الذي عينه على رأس حكومة في سنة 98 لخير دليل على ما قدم هذا الرجل من خير لهذا البلد العزيز. فحكومة التناوب كانت فرصة لمقاربة تشاركية جديدة، لديمقراطية تشاركية، ولعل المرحوم كان دائما له هدف نبيل وهو بناء مغرب أفضل. فكانت اليوم المناسبة لسي مبارك بودرقة ليقدم لطلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية درسا في التاريخ، درسا في تاريخ النضال، تاريخ النضال المغاربة، المواطنين المغاربة الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل مغرب أفضل. فهذه المناسبة كانت رد الاعتبار لمناضل كبير الذي ناضل من أجل الحرية ومن أجل الديمقراطية. ولعل اليوم ننعم في بلد آمن والفضل يرجع لبعض رجالات هذا البلد تحت الريادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره. لم أتردد في تلبية الدعوة للجامعة مولاي إسماعيل لحضور تقديم كتابين حادث في مجرى سي عبد الرحمن اليوسفي وبوح الذاكره واشهاد الوثيقه لسبب اساسي، انني كنت على يقين انني ساجد امامي العديد من الشباب ويعني لافتح معهم حوارا حول الذاكره والتاريخ، لان الشيء الذي يهمني هو ان في كتابتي هذه الكتب هو أن نعطي للشباب المغربي يعني وثيقة فيها واحد المصداقية ديال واحد الشخصية يعني معروفة في تاريخ المغرب وساهمت في تأسيس العديد من مراحل المغرب يعني قبل الاستقلال وأثناء النضال وبعد الاستقلال ثم تحمل المسؤولية الوزارية، اللي هو السي عبد الرحمن اليوسفي. هي شخصية وطنية نزيهة ساهمت بصمت وبدون ضجيج في بناء المغرب الحديث. إذن الطيب بياض أستاذ التاريخ المعاصر والراهن بكلية الأدب والعلوم الإنسانية تطوان. اليوم كنا على موعد مع لحظة ثقافية بامتياز حيث موضوع الذاكرة والتاريخ انطلاقا من التفاعل مع مؤلفين. المؤلف الأول هو أحدث في مجرى للمرحوم الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، والمؤلف الثاني بوح الذاكرة وإشهاد الوثيقة للأستاذ مبارك بودرقة عباس، وبالمناسبة هو الذي ساهر على إخراج كتاب أحاديث في مجرى إلى الوجود بعد صمت طويل وتردد للأستاذ عبد الرحمن اليوسفي الذي استطاع أن يقنعه بتدوين مذكراته، ثم في مرحلة ثانية قدم لنا تجربته انطلاقا من بوح الذاكرة وإشهاد الوثيقة. هذا اللقاء اليوم كان مناسبة ديال أن الجامعة في على مستوى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فتحت هذه الفرصة للتفاعل مع فاعل من الفاعلين الأساسيين في موضوع التاريخ السياسي للمغرب الراهن بصفة عامة، وخاصة في مجال العدالة الانتقالية في مرحلة ثانية، والأستاذ مبارك بودرقة. وكانت فرصة أن يحاوره الأكاديميون، أن يسائله الباحثون، وبالتالي كانت لحظة ديال التفاعل المنتج التي أتاحت لنا محاورة الأستاذ بودرقة، نقاش حول تجربته سواء في كتاب أحاديث في مجرى أو حواره مع مؤرخ في تجربة بوح الذاكرة وإشهاد الوثيقة التي تعد تجربة في مسعى المؤرخ إلى تأطير الذاكرة، وبالتالي يعني إحضار الوثيقة كشاهد لإضفاء نوع من المصداقية والموضوعية على هذه الشهادة. وشكرا. أستاذ محمد حاتمي، أستاذ التعليم العالي بكلية الأدب والعلوم الإنسانية السيد فاس جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس. ترجمة
كتبت كتاب حديث في مجرى من العربية الفرنسية، وطبعا كان يستوجب علي أن أعيد صياغته بالفرنسية بنفس الروح التي طبعت الأصل يعني اللغة العربية. وطبعا خلال تلك العملية التي استمتعت فيها استمتاعا يعني حلوا حلوة حلاوة الترجمة، استفدت الكثير لأنني اكتشفت ما أراد المترجم له أن يقوله، ولكن كذلك ما أراد أن يسكت عنه، وهذه على قدر من الأهمية، لأن المسكوت عنه في مذكرات ربما يكون أهم وأكثر تجليا وشرحا للمسارات الشخصية الوطنية الإقليمية والدولية. لا لا، الترجمة حين تكون وفية كلها صعوبات، لأنه هناك في الكتاب المترجم قفزات وبياضات، هل يحق لك مترجم أن أذكرها أم لا؟ انتبهنا إلى أنه يجب لكي نكون صادقين وتكون لنا يعني مصداقية أن نترجم الكتاب في حلته كما جاء وأن لا نتدخل، وهذه مسألة طبعا أعطت للكتاب رونق لأنه جعلته نسخة لما أراد أن يكتبه الكاتب وما أراد أن يسكت عنه. تم إصدار الكتاب؟ صدر هذا الكتاب وطبعا وهو في المكتبات، ويمكن اقتناؤه بثمن رمزي، لأنه هذه من الأمور التي اتفقنا عليها يجب أن يكون الكتاب في متناول الجميع.